كابتن طلعت زكريا يحييكم. اخواننا اللي على الطياره والنبي خدوا بالكم الكلام اللي انا هقوله. احنا باذن الله هنتوكل على الاقصر باذن الله. الرحله يعني هتستغرق نص بتاع يعني 40 دقيقه. وهنطير على ارتفاع 30 32 حاجه بتاع 35,000 قدم يعني حسب تسعير ربنا. الله ما نقوم نلمله الاجره بالمره بقى. كده كملت. مش عارف ليه قلبي مقبوط. اسمعوا يا جماعه التدخين، بالنسبه للتدخين اي حد هشوفه بيدخن بيشرب بايب بيعمل اي حاجه ورحمه امي ورحمه امي الغاليه في نومتها هنزله ها عشان انا بتخنق بسرعه. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم.